انا النهارده ان شاء الله هحل لك شويه نماذج حلوين كده تركز فيهم عشان بامر الله تبارك وتعالى هتدخل تلاقي 100% منهم ان شاء الله في الامتحان بامر الله تبارك وتعالى. هسيب لك النماذج دي، هسيب لك البي دي اف بتاعها تحت عشان تحلها وتتاكد من حلك اذا كان حلك صح وتقيم. يعني النموذج الاول مثلا حاطط فيه 20 سؤال، فانت تحل ال 20 سؤال وتشوف على الاجابات، السؤال الاولاني صح، السؤال الثاني صح، الرقم 2 3 4، وتقيم نفسك جبت كم من 20. حتى انت لو جبت 15 مش من 20 مش مشكله، الخمسه اللي انت وقعت فيهم دول اللي انت مش هتقع فيهم تاني، لان انت وقعت فيهم وصححت معلوماتك وتاكدت ان كانت معلوماتك خطا واحتجت ان انت تذاكر تاني، فده مش هتقع فيه تاني لو جالك في الامتحان. صليت على النبي. ركز بقى معايا. السؤال الاولاني حاصل ضرب السرعه، سرعه الجسم المتحرك في الزمن، يبقى دي المسافه، وهي تقدر بوحده يا اما كيلو متر يا اما المتر يا اما السنتيمتر. التلاته صح، لان وحدات القياس المسافه يا اما كيلو متر يا اما متر يا اما سنتيمتر، فلو انت كتبت اي حاجه صح. تعرف نقطة هي المسافه المقطوعه خلال وحده الزمن، المسافه المقطوعه خلال وحده الزمن يبقى دي السرعه، طالما قال لي مسافه. بينما نقط المسافه المقطوعه في اتجاه ثابت، طالما في اتجاه يبقى دي الازاحه. المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت دي هي الإزاحة. من وحدات قياس السرعة يا إما كيلو متر لكل ساعة يا إما متر لكل ثانية، بينما من وحدات قياس العجلة يا إما متر لكل ثانية تربيع يا إما سنتيمتر لكل ثانية تربيع. خلي بالك من دي عشان مش عندك، لو انت قلت لي ان هي مش عندي ولا حاجة فانا بديك المعلومة. سنتيمتر لكل ثانية تربيع، طب ممكن يا مستر كيلو متر لكل ساعة تربيع؟ ممكن، بس الاتنين دول افضل. السرعة المتجهة تساوي ايه في الثانية الواحدة؟ طبعا احنا قلنا السرعة المتجهة بتساوي الازاحة او مقدار الازاحة على الزمن بالثانية. طب هو قال لك الزمن بالثانية اهو، يبقى انت عايز الازاحة، مقدار الازاحة. العجلة المنتظمة التي يتحرك بها الجسم قد يكون عجلة موجبة او عجلة سالبة. العجلة الموجبة اللي هي سرعتها بتتغير بس بالزيادة، كانت سرعته 10 بقت 20 30 40، يبقى دي عجلة موجبة. انما العجلة السالبة سرعته بتتناقص بمرور الزمن، كان 30 بقى 20 بقى 10 وهكذا. من اهم عيوب الابصار طول النظر وقصر النظر. انا مش هقف لحد كده بس، من اهم عيوب الابصار طول النظر، من اهم عيوب الابصار طول النظر وقصر النظر. خلي بالك طول النظر اسبابه نقص ونقص، نقص قطر كرة العين ونقص التحدب، يبقى طول نقص ونقص. طب قصر النظر زيادة وزيادة، زيادة في القطر وزيادة في التحدب سطحي وجه العدسة. طيب بنصحح طول النظر بايه وقصر النظر بايه؟ قلت لك قصر قاف يبقى عدسه مقعره، طالما قاف قصر نظر يبقى عدسه مقعره، يبقى طول النظر عدسه محدبه. طيب النقطه امام الشبكيه ولا خلف الشبكيه ولا على الشبكيه؟ اعرفها ازاي ده يا مستر؟ طول نظر قلنا نقص ونقص، يعني قطر العين قليل، فالصورة بتقع خلف الشبكية، دي خلف الشبكية. طب قصر النظر بيشوف القريب، فالصورة بتقع أمام الشبكية. قصر النظر زيادة، فالصورة بتقع قدام. طول النظر نقص، فالصورة بتقع خلفه. تمام. ظاهرة ارتداد الضوء إلى نفس وسط السقوط عندما تقابل سطحا عاكسا، دي ظاهرة انعكاس الضوء. وضع جسم امام مرآة مقعرة على بعد اقل من البعد البؤري. وضع جسم على مرآة امام مرآة مقعرة على بعد اقل من البعد البؤري، اقل من البعد البؤري دي الحالة رقم 6 يا مستر. عندما يكون الجسم على بعد اقل من البعد البؤري تتكون له صورة تقديرية معتدلة مكبرة. دي مرآة مقعرة اللي عليها الحالات كلها. إذا وقف شخص على بعد 3 متر
أمام مرآة مستوية تتكون له صورة على بعد نقط متر من المرآة. من المرآة هو على بعد 3 متر. خلي بالك من الحتة دي بالله عليك كويس قوي. هو بيسأل على بعد كم متر من المرآة ولا من الجسم؟ مستر من خواص الصورة المتكونة في المرآة المستوية إن بعد الجسم عن المرآة بيساوي بعد الصورة عن المرآة. طب هو واقف على بعد 3 يبقى صورته على بعد 3 متر. طب لو قال منه المسافة بين الشخص وصورته 6 لأن هو على بعد 3 والصورة على بعد 3 يبقى المسافة بينهم 6. طب كمل. وإذا تحرك هذا الشخص متر واحد نحو المرآة. خلي بالك انا كنت على بعد 3 نقولها كده هناك بعيد اهو. ادي مرآك ادي الشخص ده الشخص وده الصوره دي الصوره. خلي بالك عشان المسائل دي جميله وبتيجي منها. البعد ده كله كده ده 3 خلاص يبقى بعد الصورة 3. المسافة بين الشخص والمرآة بتساوي المسافة بين الصورة والمرآة دي المرآة. كلام جميل. تعال نشوفه بقى هو عاوز ايه اهو. بيقول لي ايه؟ فإذا تحرك هذا الشخص مترا واحدا نحو المرآة فإن بعد الشخص عن صورته الجديدة. بعد الشخص عن الصورة على بقى نروحه كده. هو يتحرك الشخص قد ايه يا مستر؟ الشخص ده يتحول هيتحرك مسافة واحد بس. يعني هيجي هنا كده يا مستر. شوف انا غيرته لك اهو. خلاص ده الشخص الجديد بقى. طيب المسافة دي بقت كام؟ بقت 2 متر. فهيتكون له صورة برضو جديدة على بعد كام؟ 2 متر. دي الصورة الجديدة. يبقى المسافة بين الشخص ما هو عايز كده المسافة بين الشخص وصورته تبقى 2 و2 يبقى 4. شايف انا غيرت الالوان عشان اعرف مين الجديد ومين القديم والمرآة فين والصورة فين. يبقى الشخص تكون على بعد 4. فإن بعد هذا الشخص عن صورته الجديدة بيساوي 4 متر. كمل. صاحب نظرية السديم في نشأة المجموعة الشمسية لابلاس بير سيمون لابلاس ومؤسس النظرية الحديثة فريد هويل. يلا اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية: السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن. دي السرعة المتوسطة. خلي بالك السرعة المتوسطة بتبقى هي السرعة المنتظمة. يبقى السرعة المنتظمة قطع نفس المسافة في نفس الزمن دي سرعة منتظمة. ممكن تبقى سرعة متوسطة برضو لأن السرعة المنتظمة بتتغيرش سواء جبتها عند أي لحظة سواء جبتها سرعة متوسطة يعني المسافات الكلية على الأزمنة الكلية. يطلع رقم ثابت. طول أقصر خط مستقيم بين موضعين ده مقدار الإزاحة. طب لو كتبتها الإزاحة مفيش مشكلة خالص. تمام. حيوان بري مفترس يعبر عن تحديد سرعته المتجهة بتحديد اتجاه حركته. ده سرعة ده الفهد أو الشيتا. الشعاع الذي يسقط ده الشعاع الضوئي الساقط. مرآة سطحها العاكس جزء من السطح الداخلي او الخارجي. هو ذكر لك الخارجي بس او الداخلي بس؟ لا ده الاثنين. تبقى مرآة كرية. عايز تكتب بين قوسين مقعرة او محدبة لان ده الداخلي وده الخارجي. صورة من التكاثر اللاجنسي هو الاكثر شيوعا في بعض الطحالب الانشطار الثنائي. أكبر نجم يمكن أن يشاهده سكان كوكب الأرض بوضوح نجم الشمس. انقسام خلوي يؤدي إلى تكوين الأمشاج الانقسام الميتوزي. الطور الذي تترتب فيه الكروموسومات
خلي بالك من الكروموسومات وأزواج، دي كروموسومات. يبقى التور الاستوائي. طب اكتب التور الاستوائي من الانقسام الميتوزي؟ لا، اكتب تور استوائي بس. طب لو قال لي ازواج الكروموسومات يا مستر اكتب ايه؟ اكتب التور الاستوائي الاول. يبقى كروموسومات يبقى استوائي. طب ازواج الكروموسومات يبقى استوائي اول. الجزء المسؤول عن عملية الانقسام الخلوي ده النواة، اللي فيها مين؟ اللي فيها كروموسومات، دي المادة الوراثية. اللي جوه الكروموسومات الدي ان ايه، دي المعلومات الوراثية. يبقى انا عندي النواة دي الجزء المسؤول، جوه الكروموسومات المادة الوراثية، جوه الكروموسومات الدي ان ايه ده المعلومات الوراثية. هجم احد النمور غزالة فانطلق نحوها بسرعة 25 ووصل إليها بعد 11 سنة، فما المسافة التي قطعها النمر؟ أقول لك دي أهو، هرجع تاني أقول لك المسائل، لو مسائل تخص الدرس الأولاني بعمل المسودة، مسافة زمن سرعة. طب لو تخص العجلة بكتب عين واحد عين اتنين دلتا زين جيم. طب لو تخص السرعة النسبية بعمل مسودة اكتب فيها السرعة النسبية، سرعة فعلية، سرعة مراقب، وحدد الاتجاه عند أربع حاجات. تمام ماشي. انا عندي هنا سرعة وعندي هنا مسافة. اه مستر عين بيساوي كام؟ قال عين بيساوي 25 متر لكل ثانية. طيب وصل اليها دي زين او الزمن بيساوي 10 ثانية. ماشيين مع بعض؟ اسأل نفسك سؤال الاول، ماشيين مع بعض؟ اه ماشيين مع بعض يا مستر. يبقى انا محتاج مين؟ محتاج المسافة. طب اقدر اجيب المسافة؟ اه طبعا اقدر اجيب المسافة. يبقى المسافة بتساوي عين في زين. عين بكام؟ قال لي 25 في 10 يساوي 250 متر. ليه يا مستر متر يا مستر؟ عشان خاطر ده بالمتر لكل ثانية، طبيعي ان المسافة تطلع بالمتر. طب لو عايزها بالكيلومتر على حسب بقى التحويلات، من متر الكيلومتر بنقسم على 1000. يلا ده صح وغلط مع تصويب الخطأ. تتكاثر الأوليات الحيوانية بالانشطار الثنائي. أوليات حيوانية اللي هي مين؟ أميبا، باراميسيوم، ويوجلينا. ماشي يبقى ده صح. المادة الوراثية في نواة الخلية تحتوي على عدد من الكروموسومات. أكيد يقل طول خيوط المغزل في الطور الاستوائي. مستحيل طبعا، ده بينكمش، بينكمش او تتقلص خيوط المغزل في الطور الانفصالي. كل مجموعة من النجوم تتجمع في النظام الشوكي، في النظام الشمسي. غلط. اذا كان النظام الشمسي يا مستر، النظام الشمسي، النظام الشمسي بيتكون من نجم واحد بس. هو بيقول لي هنا كل مجموعة من النجوم تتجمع في النظام الشمسي. لا غلط. ممكن اقول عليها المجرة. كل مجموعة من النجوم تتجمع في المجرة. كل مجموعة من النجوم بتتجمع بحسب ترتيب وتناسق النجوم بداخلها بتاخد شكل، فبتاخد شكل الحلزوني فبتبقى مجرة درب التبانة، تاخد شكل كروي، تاخد شكل مثلث، تاخد شكل مربع، تاخد شكل مستطيل على حسب تجمع النجوم داخل مين؟ داخل المجرة. ندخل على التاني. السؤال التاني بقى في السؤال الأول لسه. يقال أن الجسم يتحرك بعجلة منتظمة عندما تكون سرعته النهائية مساوية لسرعته الابتدائية. لا طبعا ده غلط. لا مستر، عشان خاطر لو سرعته النهائية بتساوي سرعته الابتدائية بيتحرك بسرعة منتظمة، وطالما سرعة منتظمة يبقى عجلة بتساوي صفر. تزداد سرعته بمقادير متساوية. ماشي. يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. لا ده سرعة منتظمة، يبقى نختار تزداد، وبالذات هتبقى موجبة. عجلة منتظمة موجبة بتزيد بمقدار متساوي، وطالما بتزيد بمقدار متساوي يبقى عجلة منتظمة. إذا علمت أن البعد البؤري لمرآة مقعرة يساوي 10 سنتي، ده البعد البؤري، فإن البعد عن قطب المرآة الذي يوضع فيه الجسم ليتكون له صورة تقديرية. انا عايز له صوره تقديريه يا مستر. مرآه مقعره، وانا قايل لك ان المرآه المقعره دي 6 حالات ولازم تاخد بالك منهم كويس. طب البعد البؤري 10، طب عشان يتكون له صوره تقديريه بيبقى اقل من البعد البؤري، يعني اقل من العشرة. اخد 5 ولا 10 ولا 15 ولا 20؟ طبعا هتبقى 5.
الصورة المتكونة بواسطة العدسة المقعرة. طبعا العدسة المقعرة دي ملهاش إلا حالة واحدة بس، تقديرية معتدلة مصغرة. هل هي حقيقية مصغرة؟ لا، معتدلة مصغرة أكيد، تقديرية مكبرة مستحيل. وحدة بناء الكون المجرات، بالضبط المفترض تبقى المجرة. عدد الكروموسومات الموجودة بالخلايا الجسدية، الجسدية يبقى 2N. مستر التناسلية بتبقى 2N زي المبيض والخصية والمتك. الجسدية في أي حاجة 2N، يبقى كله مع بعضه كده 2N اهو، ما عدا الجنسية أو الأمشاج بتبقى N واحدة بس. طب تعالى هنا، عدد الكروموسومات الموجودة بالخلايا الجسدية بتبقى ضعف عددها في الأمشاج لأن 2N ودي N. طيب، تظهر خيوط المغزل عند انقسام الخلية في الطور التمهيدي. الطور التمهيدي تتكثف خيوط المغزل لتظهر على هيئة خيوط رفيعة مزدوجة، تسمى خيوط الرفيعة مزدوجة تسمى كروموسومات. تمام؟ في آخر الطور تتكون خيوط المغزل التي تتصل بالكروموسومات عند منطقة السنترومير. تمام؟ مصدر التغير الوراثي، تغير وراثي، الوراثة هتختلف، هيبقى فيه تنوع. تبرعم؟ لا. خضري؟ لا. جنسي أكيد. تجدد؟ لا. كل ده بيبقى مطابق تماما للفرض الأبوي. القطعة الضوئية التي استخدمها الرومان لحرق أشرعة السفن باستخدام أشعة الشمس هي مرآة محدبة؟ لا، ده المرآة دي بتفرق. مرآة مقعرة أكيد، مرآة مستوية لا، عدسة مقعرة لا. طيب، عدسة المسافة بين مركزيها، من المركز ده للمركز ده 60 سنتي. خلي بالك، تعالى كده نروح نقراها. ادي عدسة محدبة بقى وما قرر ليش. العدسة المحدبة ادي ميم، او المقعرة لها باء برضو ولها باء ولها ميم. بيقول لي المسافة بين مركزيها، المسافة دي كلها 60، خلاص يبقى النص ده 30 والنص ده 30. طالما النص ده 30 يبقى دي النص ده 30، يبقى البعد البؤري ده 15 والبعد البؤري ده 15، يبقى المسافة دي كلها 60، يبقى نصها 30 و 30، يبقى البعد البؤري 15. عايز يسألنا على مين بقى؟ نروح اهو. المسافة بين مركزيها 30، يكون بعدها البؤري، يبقى بعدها البؤري 15. من أقدم النظريات التي فسرت المجموعة الشمسية انفجار عظيم، لا طبعا ده دي بتاعت الكون، فريد هويل، النجم العابر السديم، هو السديم أقدم النظريات. يتحرك قطاران على شريطين متوازيين في اتجاهين متضادين، يعني هجمع. فإذا كانت سرعة القطار الأول 60 وسرعة القطار الثاني 90، احسب سرعة القطار الأول كما يلاحظها راكب القطار الثاني. راكب القطار الثاني أهو اللي هو المراقب، لأنه هو اللي هيلاحظ. مستر في اتجاهين متضادين، يبقى السرعة النسبية بتساوي الفعلية زائد سرعة المراقب. كلام جميل. هو عاوز السرعة النسبية عشان بيقول لي كما سرعة القطار كما يلاحظها. طب الفعلية كام؟ الفعلية 60 زائد 90. طب ممكن اقولها مستر مجموع السرعتين واجمع وخلاص، عادي جدا ما فيش مشكلة خالص. طب انا عايز احدد بالظبط. بص بيقول لي ايه، احسب سرعة القطار الاول كما يلاحظها راكب القطار الثاني. يبقى المراقب ده هو قاعد في الثاني، وطالما قاعد في القطار الثاني يبقى سرعته نفس سرعة القطار، يبقى 90. تمام؟ يبقى 150 هو الاتجاه خلي بالك من الكيلومتر وكيلومتر، يبقى كيلومتر لكل ساعة. قارن بين طول النظر وقصر النظر. طول النظر وقصر النظر. طول النظر، طول النظر، قصر النظر. طول النظر رؤية الأجسام طول البعيدة بوضوح والقريبة مشوهة أو غير واضحة.
قصر النظر رؤية الأجسام القريبة بوضوح والبعيدة مشوهة. طيب أسبابه طول يبقى نقص ونقص نقص قطر كرة العين أو تحدب سطحي عدسة العين. طب دي يبقى زيادة وزيادة، زيادة في قطر كرة العين، زيادة في تحدب سطحي عدسة العين. دي نقص يبقى الصورة تقع خلف الشبكية، دي أمام الشبكية. ايه تاني؟ دي بتعالج بعدسة محدبة، انما دي عدسة مقعرة. ليه عدسة مقعرة؟ عشان قاف قصر النظر. ده كان السؤال. السؤال التاني يبقى ده خلاص. الخلية الحيوانية والخلية النباتية من حيث تكون خيوط المغزل. في الخلية الحيوانية من الجسم المركزي. طب وفي الخلية النباتية من تكثف السيتوبلازم. طيب حبوب اللقاح والحيوانات المنوية من حيث مكان تكوينها. حبوب اللقاح في المتك والحيوانات المنوية في الخصية. العجلة المنتظمة الموجبة والعجلة المنتظمة السالبة. الموجبة تزداد سرعتها بمقادير متساوية، والسالبة تقل سرعتها بمقادير متساوية. طبعا بمرور الزمن العجلة الموجبة السرعة النهائية أكبر من الابتدائية، بالعكس الابتدائية أكبر من النهائية. الناتج بيطلع هنا بالموجب، الناتج بيطلع هنا بالسالب. ده هنيجي نعلل بقى ونقولهم. واحد، يتحرك القطار بسرعة غير منتظمة. ليه يتحرك القطار بسرعة غير منتظمة؟ أي حاجة يا جماعة تيجي لي يقول لي ليه بيتحرك بسرعة غير منتظمة، بقول عليه لأنه يقطع مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية، أو مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية، أو العكس، يعني الاتنين صح. أقول له لأنه يقطع مسافات متساوية في أزمنة غير متساوية والعكس. موضوع سهل خالص. اتنين، يعبر عن الحركة. ماشي مكتوبة غلط، الراء كده اختفت منها. يعبر عن الحركة بسرعة منتظمة من العلاقة مسافة وزمن بخط مستقيم مائل يمر بنقطة الأصل. ليه؟ ليه لما بنيجي نرسم العلاقة المنتظمة بين مسافة وزمن بتطلع خط مستقيم مائل يمر بنقطة الأصل؟ يعني بالطريقة دي كده، هنا هنقوله مثلا هنا المسافة وهنا الزمن، بيبقى خط مستقيم مائل. ليه يعني العلاقة طلعت كده؟ أقول له لأن المسافة تتناسب طرديا مع الزمن المستغرق لقطع هذه المسافة. ونقول عين بيساوي فيه على زين. ايه الكلام ده يا مستر؟ يعني لو الجسم بيتحرك بسرعة منتظمة، كل لما المسافة تزيد الزمن هيزيد، يبقى العلاقة بينهم علاقة طردية. وطالما العلاقة بينهم علاقة طردية، يبقى ترسم بالطريقة لي مسافة وزمن خط مستقيم مائل يمر بنقطة الايه؟ بنقطة الاصل. ثلاثة، المرآة للمرآة الكرية محور اصلي واحد
وعدد لا نهائي من المحاور الثانوية. العلم الكلية بيبقى لها محور واحد بس أصلي وعدد لا نهائي من المحاور الثانوية. أقول له كده لأن المحور الأصلي هو المستقيم المار بمركز تكور المرآة وقطبها، وهي كده كده لها قطب واحد بس، يبقى المستقيم المار بمركز تكور المرآة والقطب هو واحد بس. يبقى المستقيم المار بمركز تكور المرآة وقطبها ده محور أصلي وهي كده كده لها قطب واحد بس، بينما المحور الثانوي هو المستقيم المار بمركز تكور المرآة وأي نقطة على سطحها خلاف قطبها. أي نقطة بقى يبقى لها عدد محاور كتير محاور ثانوية، إنما لأن لها قطب واحد بس هيبقى محور أصلي واحد بس. رقم اثنين. رقم أربعة. لا تتكون صورة للجسم الموضوع عند بؤرة العدسة المحدبة. لما نحط جسم على بؤرة عدسة محدبة مش هيتكون له صورة. أقول له كده لأن الأشعة الصادرة من الجسم والساقطة على العدسة تنفذ متوازية إلى ما لا نهاية فلا تتلاقى أو تتقابل. وطالما الأشعة ما تقابلتش وما تلاقتش مش هيتكون له صورة، لأن الصورة بتتكون من تلاقي الأشعة. ما تلاقتش أو ما تقابلتش يبقى مش هيتكون له صورة أبدا. خمسة. تباعد المجرات عن بعضها. ليه بتتباعد؟ بسبب حركة المجرات المنتظمة. عشان المجرات حركتها منتظمة فبتتباعد عن بعضها. أهمية السرعة المتجهة للرياح بالنسبة للرحلات الجوية. لأن اتجاه الرياح يؤثر على سرعة الطائرة وكذلك كمية الوقود المستهلكة وزمن الرحلة. مهم جدا اتجاه الرياح، لان اتجاه الرياح بيأثر على سرعة الطائرة مع او عكس، ولو عايز تشرح له اشرح له بس اهم حاجة دي. ولو الرياح عكس الاتجاه هيأثر برضو على السرعة، وطالما أثر على السرعة يبقى الرحلة ممكن تاخد وقت أكتر أو ممكن تاخد وقت أقل، إنما كمية الوقود ممكن برضو كمية الوقود تبقى أكتر وكمية الوقود تبقى أقل. فاللي هيحدد ده كله اتجاه الرياح مع الطائرة ولا عكس اتجاه الطائرة. حرك جسم من السكون وصلت سرعته لـ70 بعد 5. احسب العجلة. انت ايه اللي يا مستر اكتر؟ انت ايه اللي لو جاب لي سيرة العجلة بكتب ادي عين واحد عين اتنين دلتا زين ادي جيم، اكتبهم كده الاربعة عشان اعرف اشتغل. جسم من السكون يبقى سرعته الاولى بتساوي صفر او السرعة الابتدائية بتساوي صفر. فوصلت سرعته 70 كيلومتر. 70 كيلومتر لكل ساعة. طيب دلتا زين بكام؟ قال لي بخمسة ثانية. احسب العجلة. ابص بص الاول ده كيلومتر لكل ساعة وده ثانية، يمشوا مع بعض الاتنين دول؟ لا ما يمشوش، يبقى لازم انا احول دي. السبعين اضربها في 5 على 18. تطلع 19.44 تقريبا. يبقى 19.44. تقريبا يبقى انا عندي دي متر لكل ثانية. اجيب جيم. جيم بتساوي عين اتنين ناقص عين واحد على دلتا زين هيساوي عين اتنين بكام؟ قال عين اتنين هي 19.44 ناقص عين واحد بصفر على دلتا زين اللي هي 5. يبقى اقول على 5 تطلع 3.89 متر لكل ثانية تربيع.
ده بالنسبة للعجلة. السؤال الرابع: ما معنى قولنا أن القوة كمية فيزيائية متجهة؟ أي أن القوة يلزم لتحديدها معرفة مقدارها واتجاهها. طالما متجه يبقى لازم الكمية المقدار ولازم الاتجاه. الكون في حالة حركة، الكون في حالة حركة مستمرة، الكون في حالة حركة مستمرة بسبب حركة المجرات المستمرة. طب لو قال لي في حالة تباعد، أقول له بسبب تباعد المجرات بسبب حركتها المنتظمة. طيب جسم يتحرك بعجلة صفر، ما معنى قولنا أن جسم يتحرك بعجلة صفر؟ أي أن السرعة الابتدائية بتساوي السرعة النهائية، أو يتحرك بسرعة منتظمة، أو يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. إزاحة جسم بتساوي 50 متر شرقاً، 50 متر شرقا، أي أن طول أقصر خط مستقيم من نقطة البداية حتى النهاية تساوي 50 متر في اتجاه الشرق. يتم تنظيم الكروموسومات في منتصف الخلية تقريبا في الطور الاستوائي. كروموسومات ايه؟ مش ازواج. يتركب الكروموسوم من كروماتيدين متصلين معا عند السنتروسوم السنترومير. تقع الشمس في مجرة درب التبانة. يتم تصحيح طول النظر باستخدام عدسة محدبة. عند وضع جسم على بعد 30 سنتي من مرآة مقعرة نصف قطر تكورها 40 سنتي، نصف القطر، احسب بعدها البؤري. دي مرآة مقعرة مستر؟ مرآة مقعرة هيك اهي، ادي باء وادي ميم، والسطح الداخلي جزء من كرة جوفاء، والسطح العاكس جزء من السطح الداخلي للكرة الجوفاء. بيقول لي ايه بقى؟ نصف قطر تكورها 40، يعني عايز يقول لي ان دي كلها كده، دي كلها كده مستر 40، يبقى دي بكام؟ يبقى دي ب20. طيب لازم تحدد البعد البؤري وضعف البعد البؤري. طب وضع جسم على بعد 30 يعني اقل من ال40 واكبر، اهو من الحته دي بالظبط، احسب بعدها البؤري. خلاص انا عرفت ان بعدها البؤري يبقى 20، ادي 20 سنتيمتر. ارسم مسار الأشعة المتكونة للجسم. نعمل من رأس الجسم خط موازي للمحور الأصلي، فإنه ينعكس مارا بالبؤرة ويمر بالبؤرة فينعكس موازيا للمحور الأصلي فتكون الصورة على بعد أكبر من ضعف البعد البؤري، أو على بعد أكبر من ضعف البعد البؤري. خلي بالك من نصف قطر تكورها دي، لو يجيب لك قطر يبقى القطر تقسم على 4 عشان تجيب البعد البؤري، يبقى لو جاب لي نص القطر اقسم على 2 عشان اجيب البعد البؤري، لو جاب لي القطر هقسم على 4 عشان اجيب البعد الايه؟ البؤري. النموذج الثاني، ركز معايا في النموذج الثاني.
المعدل الزمني للتغير في المسافة دي هتبقى السرعة. المعدل الزمني للتغير في السرعة تبقى العجلة. في سؤال تاني، المعدل الزمني للتغير في الإزاحة. معدل الزمن للتغير في الإزاحة دي هتبقى السرعة المتجهة. كان السؤال الأولان، يعتمد قياس السرعة النسبية لجسم متحرك بسرعة ما على حالة المراقب، حالته بيتحرك واقف ولا بيتحرك في نفس الاتجاه ولا بيتحرك في عكس اتجاه ولا ايه بالظبط. تعتبر العجلة كمية فيزيائية متجهة، بينما الزمن قياسي، لأن يعني القوة يلزم لتحديدها معرفة المقدار والاتجاه، إنما الزمن مقدار بس. تتخذ كل مجرة شكلا مميزا حسب تناسق وترتيب النجوم بداخلها. يعد تلسكوب من التلسكوبات الفضائية، يعني طاير هابل. قطر تكور وجه العدسة الرقيقة، رقيقة قد ايه من السميكة، هل اكبر ولا اقل؟ الرقيقة بتبقى البعد البؤري كبير، يبقى القطر هيبقى كبير اكبر من. في عملية الاخصاب يتم اندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث، ليه؟ لتكوين الزيجوت أو اللاقحة أو البويضة المخصبة. تحتوي نقط الخلية على المادة الوراثية، نواة الخلية التي تتكون من عدد من الكروموسومات. تتفق السرعة المتجهة مع الإزاحة الحادثة في الاتجاه، اتجاههم بيبقى واحد ولكن تختلف في المقدار ووحدة القياس، لأن دي بتبقى بالمتر لكل ثانية إنما الإزاحة بالمتر بس. عندما يتحرك جسم بعجلة منتظمة موجبة تكون مين أكبر من مين، سرعته النهائية أكبر من سرعته الابتدائية. طيب اكتب المصطلح العلمي، ارتداد أشعة الضوء إلى نفس وسط السقوط عندما، يبقى ده انعكاس الضوء. عيب بصر يؤدي إلى تكوين صورة أمام الشبكية، أمام يعني كان فيه زيادة وزيادة. ما هو قطر كرة العين لو في زيادة يبقى الصورة هتقع أمامه، طب لو في نقص يبقى الصورة هتقع خلفه، يبقى زيادة وزيادة ده يبقى قصر نظر. أنا لسه قايل الكلام ده، قصر النظر. طيب قرص غازي مسطح مستدير كون كواكب المجموعة الشمسية، ده السديم. قدرة بعض الكائنات الحية على تعويض الأجزاء المفقودة منها، قدرة بعض الكائنات الحية على تعويض، يبقى ده التجدد مش التكاثر. طالما الكائن هيعوض ده تجدد، إنما لو الجزء المفقود هيعمل كائن جديد يبقى ده تكاثر بالتجدد. خلايا تنتج من الانقسام الاختزالي، من الخلايا التناسلية، اختزالي يعني ميوزي، من الخلايا التناسلية يبقى ده هو عايز الخلايا الجنسية أو بين قوسين الأمشاج. اللي بعده، كمية فيزيائية يلزم معرفة مقدارها واتجاهها. الكمية، اوعى تقول مثال، ده اكتب المصطلح العلمي مش عايز مثال. الكمية الفيزيائية المتجهة، طالما مقدار واتجاه. الشيء الذي يتحرك بسرعة ثابتة في الفراغ مهما اختلفت الظروف المحيطة، دي الموجات الكهرومغناطيسية بين قوسين الضوء. الضوء عملية يقوم فيها الكائن بإنتاج أفراد متباينة، متباينة يعني مختلفة مش متطابقة، يعني عن الفرد الأبوي، عملية التكاثر الجنسي. ومطابق أو مختلف أو متباين أو متشابه، مجموعة من المجرات التي تدور معا في الفضاء الكوني بتأثير مجموعة من المجرات مش من النجوم، يبقى عناقيد المجرات.
قطعة ضوئية تستخدم في الحصول على صورة معكوسة مش مقلوبة. يبقى المرآة المستوية. السؤال اللي بعد كده، تحرك جسم بسرعة 20 متر لكل ثانية وعندما استخدم السائق الفرامل. مستر انت لسه قايل له اهو، طالما في بقى عجلة وفرامل وسرعة ابتدائية وسرعة نهائية، بعمل حاجتين اتنين. الحاجة اول حاجة هيك، شدي خالص اهو، عين واحد، عين اتنين، دلتا زين جيم. نجيب دي بس كده. كان نقدر نشتغل بس. فين 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 فين. اكتب عين واحد، عين اتنين، دلتا زين جي. يلا، جسم سيارة تتحرك بسرعة 20، يبقى دي عين واحد 20 متر لكل ثانية، وعند استخدام السائق الفرامل تناقصت، يبقى بالسالب، بمعدل كام؟ 2، يبقى 2 متر لكل ثانية تربيع. طيب احسب الزمن اللازم لتوقفها. توقفها يبقى دلتا، يبقى عين 2 بتساوي صفر، وعايز الزمن. متر لكل ثانية تربيع ومتر لكل ثانية ماشيين مع بعض يا مستر؟ اه ماشيين مع بعض. يبقى انا عايز دلتا زين. دلتا زين بتساوي عين اتنين ناقص عين واحد على جيم، يعني هيساوي عين اتنين بكام؟ قال لي بعشرين، لا اسف صفر، يبقى صفر ناقص عشرين على سالب اتنين. طبعا السالب هتطير مع السالب، عشرين على الاتنين فهالعشرة ثانية، يبقى 10 سنة. تمام؟ تمام. خلصنا من السؤال ده. يبقى ده مستر هتساوي 10 سنة. طيب السؤال اللي بعده. إذا تحرك، اختر طبعا. إذا تحرك جسم بسرعة 100 فإنه يقطع مسافة قدرها 40 كيلومتر في زمن قدره. مديني سرعة بالكيلومتر لكل ساعة، ومديني المسافة بالكيلومتر. يبقى انا عندي السرعة بتساوي 100 كيلومتر لكل ساعة، والمسافة يا مستر بتساوي 40 كيلومتر. ماشيين مع بعض يا مستر؟ اه ماشيين مع بعض. طب هو عاوز مين؟ عاوز الزمن. طبعا الزمن بتساوي، الزمن بيساوي المسافة على السرعة، يعني 40 على 100 هيساوي 4/10. يبقى الزمن هيساوي مسافة على سرعة. مسافة طبعا ب40 وده ب100، تطلع ب4/10 ساعة. خلي بالك من كلمة ساعة دي. النسبة بين السرعة النهائية والسرعة الابتدائية يتحرك لجسم يتحرك بعجلة تزايدية، يعني عجلة موجبة. وانا قلت العجلة الموجبة السرعة النهائية بتبقى اكبر من الابتدائية، يبقى اكبر من الواحد الصحيح. من خواص السرعة المتكونة في العدسة المقعرة، عدسة مقعرة اللي هي الحالة الواحدة، العدسة المقعرة هل بتبقى تقديرية؟ اه طبعا بتبقى تقديرية، انما حقيقية لا. طب وبتبقى معتدلة؟ اه طبعا بتبقى معتدلة. والف ودال، دال الف وجيم معا، اه الف وجيم معا، يبقى اختار دال. طيب اتخذت مجرة درب التبانة شكلها القرصي بعد حوالي 10,000، 4,600، 1,200، 220. اتخذت مجرة درب التبانة شكلها القرصي بعد حوالي كام سنة؟ خلي بالك، بدأ تشكل المجرات بعد 3000 مليون سنة. اتخذت مجرة درب التبانة، اتخذت مجرة درب التبانة بعد بالظبط 5000 مليون سنة. طب انا ما عنديش 5000 هنا يا مستر مليون سنة. الو، ايه يا محمد؟ ما اتصلت عليها؟
ماشي يا ميه. اتخذت مجرة درب التبانة شكلها القرصي بعد حوالي نقط مليون سنة من الانفجار. 10,000؟ لا. طب انا عارف يا مستر ان هي 5,000 مليون سنة. طب لو جيت ل 4,600 ماليش، لا انا 5,000 مليون سنة دي، اخد 4,600 ولا 10,000 ولا 1,200 ولا 220؟ لا يا باشا، خد 4,600 هي الاقرب للصواب من ال 5,000. مش شرط يجيب لي بقى من 5,000 بالظبط، لان هو قايل لي ارقام محددة، ممكن يبقى قبلها شوية ممكن يبقى بعدها شوية. طيب، يتم التكاثر الخضري في النبات دون الحاجة إلى بذور، لأن البذور ده تكاثر جنسي. طيب، الخلايا نقط لا تنقسم أبدا، خلايا الجلد، خلايا الكبد، كرات الدم الحمراء البالغة، العظام، لا كرات الدم الحمراء الايه البالغة. ارتداد أشعة الضوء إلى نفس وسط السقوط عندما تقابل مرايا، ده شعاع ضوئي ساقط، شعاع ضوئي منعكس، ظاهرات الانعكاس. طيب، سقط شعاع ضوئي عموديا على سطح عاكس، فإن زاوية السقوط والزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والمنعكس على الترتيب. سقط عمودي؟ اه. عمودي ازاي يعني يا مستر؟ قال لي اهو الشعاع الضوئي الساقط اهو، وهينعكس عليه الشعاع الضوئي المنعكس اهو. يبقى زاوية السقوط صفر، وزاوية الانعكاس صفر، حتى الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس كله هتبقى صفر، فهناخد صفر وصفر. تمر الخلية التناسلية بمرحلة الطور البيني قبل الانقسام الميوزي الأول، الميوزي الثاني، الميتوزي، ألف وجيم معا. تناسلية، اوعى تقول ألف وجيم، تناسلية يبقى ميوزي أول بس مش ميتوزي، مفيش حاجة اسمها ميتوزي في التناسلية. الخط المستقيم المار أو الواصل بين مركز تكور العدسة، مركز التكور، ومركزها البصري، ده محور أصلي. علم، هنيجي لعلل هنا. بيقول لي يتحرك الجسم بسرعة منتظمة، عندما يتحرك الجسم بسرعة منتظمة فإن قيمة عجلته تساوي صفر. يعني الجسم لو بيتحرك بسرعة منتظمة العجلة بتاعته بتساوي صفر، يعني ما بيتحركش بعجلة. ليه؟ أقول له لأن السرعة الابتدائية تساوي السرعة النهائية، وبالتالي دلتا عين تساوي صفر. أو يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. مش احنا بنقوله العجلة مقدار التغير في السرعة؟ طب طالما السرعة ما بتتغيرش هتبقى العجلة بتساوي صفر، لان دلتا عين بيساوي صفر، يعني عين 2 ناقص عين 1 اللي هي السرعه النهائيه لما اطرحها من السرعه الابتدائيه مش هيبقى ليها قيمه، هتلاقي الصفر. توضع مرآه محدبه على يمين ويسار السائق، ليه؟ لكشف الطريق خلفه، حيث انها تكون صوره معتدله مصغرة للطريق، عشان يقدر يشوف الطريق كله من خلفه في المراية دي لازم ان يحط حاجة بتصغر الطريق وبتعدله، بتبقى معتدلة مش مقلوبة. طب مين اللي بيكون صورة معتدلة وصورة مصغرة؟ هي هتبقى مين؟ المرآة المحدبة. 3، يتم تصحيح طول النظر باستخدام عدسة محدبة. ليك العدسة المحدبة يا جماعة بتجمع، وطالما عدسة بتجمع اقول لي تجميع الاشعة على طول. طب لو قال لي مقعرة ليك، المحدبة بتجمع. طب لو قال لي مقعرة بنستخدم مقعرة ليه؟ اقول له لانها بتفرق. الموضوع سهل خالص، لان العدسة المحدبة تجمع اشعة الضوء قبل سقوطها على عدسة العين فتتكون صورة واضحة على الشبكية.
طيب يسبق الانقسام الخلوي طور بيني. ليه بيسبق الانقسام الخلوي طور بيني؟ اقول له ليه تهيئت الخلية قبل الدخول لمراحل الانقسام عن طريق حاجتين: القيام ببعض العمليات الحيوية، رقم اتنين مضاعفة المادة الوراثية. يحتوي الزيجوت على المادة الوراثية الكاملة ليه؟ اقول له كده: الاندماج، المشيج، المذكر اللي هو ان، مع الذي يحتوي على نصف المادة الوراثية، مع المشيج المؤنث اللي هو ان، الذي يحتوي على النصف الاخر. الزيجوت ده بيحتوي على المادة الكاملة، عشان ايه؟ عشان الزيجوت ده بيجي من اندماج المشيج المذكر اللي هو فيه النص مع المشيج المؤنث اللي هو فيه النص الثاني، ولما يندمجوا مع بعض او يتحدوا مع بعض هيديني المادة الوراثية الايه؟ المادة الوراثية الكاملة. طيب ستة، تقاس المسافات البينية بوحدة تسمى السنة الضوئية. ليه؟ لأن المسافات المسافات البينية بين الأجرام تكون شاسعة جدا، شاسعة كبيرة جدا، فمش محتاجة بقى كيلو متر أو سنتيمتر أو متر، لا ده محتاجة سنة ضوئية، المسافة التي يقطعها الضوء في سنة. تكتب كلمة إسعاف معكوسة على سيارات الإسعاف ليه؟ أقوله لكي يراها قائد السيارات مضبوطة، عشان يشوفوها مضبوطة. مضبوطة ليه؟ لكشف، أو لكي يراها قائد السيارات مضبوطة فيسرع بإخلاء الطريق. خلاص بقى، أول ما يشوفوا سيارة الإسعاف ويقروا الاسم بتاعها كويس خلاص يوسعوا الطريق عشان سيارة الإسعاف تقدر تعدي بسرعة. إذا كان عدد الكروموسومات في خلية كبد، كبد إنسان، ده دي خلية جسدية، والخلية الجسدية دي فيها 2N، 23 زوج يعني 46 كروموسو، خلي بالك من الكلام. فما عدد الكروموسومات في خلية حيوان منوي؟ استنى يا مستر بعد اذنك، دي خلية جسدية و 2N، طب الحيوان المنوي بيبقى N، طب دي فيها 46 كروموسوم يبقى دي 23 كروموسو، لانه هنا 23 زوج يعني 46. طب دي خلية جلد فيها 2N برضو يبقى 46 كروموسوم. طب دي بويضة مخصبة يعني 2N برضو يبقى دي برضو 46 كروموسوم. خلي بالك من البويضة والبويضة المخصبة، في فرق كبير بينهم. تمام، ندخل على ماذا يحدث. بيقول لي اقتراب نجم عملاق من الشمس تبعا لنظرية النجم العابر. لما نجم عملاق يقترب من الشمس يمتد الجزء المواجه من الشمس للنجم العملاق ثم ينفجر وتكمل بقى فتبتعد الشمس او تتحرر الشمس من جاذبية النجم العملاق وهكذا. انقسام خلية جسدية انقسام ميتوزي تعطي خليتين، خلية جسدية جسديتين، منقسم بتدي خليتين من نفس النوع، خليتين جسديتين، خليتين اتنين بهما نفس عدد كروموسومات الخلية الأم اللي هي 2N. طيب
انفجار الحوافظ الجرثومية لفطر عفن الخبز. لما الحوافظ الجرثومية دي تنفجر ايه اللي يحصل؟ تتناثر الجراثيم في الهواء، واذا سقطت على بيئة مناسبة يتكون فطر عفن خبز جديد مطابق تماما للفرض الأبوي. تكون الإزاحة الجسم متحرك تساوي صفر. ماذا يحدث عندما تكون الإزاحة لجسم متحرك تساوي صفر؟ لو الإزاحة بقت صفر اللي هيحدث السرعة المتجهة للجسم تساوي صفر، أي أن نقطة البداية هي تعتبر نقطة النهاية. ولما نقطة البداية تبقى هي نقطة النهاية تبقى الإزاحة بتساوي صفر. ولما الإزاحة بتساوي صفر إيه اللي يحدث على كده؟ إن السرعة المتجهة للجسم ده بتساوي صفر. تنقسم الخلايا الجنسية أو التناسلية آسف انقساما ميوزيا، تعطي أربع خلايا بسميهم خلايا جنسية أو أمشاج. كل خلية بها نصف عدد كروموسومات الخلية الأم. طيب وضح بالرسم، جسم يتحرك بعجلة منتظمة موجبة، عايز العلاقة يعني، بيقول العلاقة عجلة منتظمة موجبة. نروح نجيب العجلة المنتظمة الموجبة اهي العلاقة بتاعتها. ادي محور اصلي ده بسميه الزمن، المحور ده، وده هسميه السرعة. لو انت عاوز سرعة منتظمة عجلة منتظمة موجبة فالعلاقة بتبقى كده، علاقة طردية كده بالطريقة دي. طيب نروحه تاني، السؤال اللي بعد كده. جسم يتحرك بسرعة منتظمة بس العلاقة تكون سرعة وزمن. نروح نرسم العلاقة سرعة وزمن، وتكون الجسم بيتحرك بسرعة منتظمة. ادي العلاقة اهي، ده زمن وده سرعة. سرعة منتظمة يبقى هنا كده بتبقى مستقيم افقي يوازي محور الزمن. طب لو قال لي مسافة وزمن مثلا، المسافة ده زمن وده المسافة. لو انا عايزها سرعة منتظمة خط مستقيم مائل يمر بنقطة الاصل، دي سرعة منتظمة ودي سرعة منتظمة. ايه الفرق بين الاتنين؟ دي سرعة وزمن، انما دي مسافة وزمن. شوف الشكل متغير اهو عشان العلاقات اتغيرت، في هنا سرعة انما في هنا ايه؟ في هنا مسافة. طيب نروح للسؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده بيقول لي عايزين نرسم التطور الانفصالي من القسام الميتوزي. الرسم بس، لان هو بيقول لي وضح بالرسم، قلت له عادي ولا يهمك خالص، نوضح بالرسم الانقسام الميوزي. الميتوزي تبقى عامله كده اهي، الشكل بتاعها اهو، ده الجسم المركزي وده الجسم المركزي، طالع منه خيوط المغزل، وادي كروماتيد وادي كروماتيد وادي كروماتيد وادي كروماتيد، وده برضو فيه كروماتيد طبعا بعد ما تتقلص خيوط المغزل اهو، وده برضو ده كروماتيد وده كروماتيد، كل كانوا في الاصل كروموسوم. بعد ما انقسم السنترومير وانكمشت او تقلصت خيوط المغزل سحبت لفوق عند قطبي الخليه، ده سحب كروماتيد وده سحب كروماتيد وهكذا، فتكون مجموعتان متكاملتين من الكروموسومات بس احاديه الكروماتيد، يعني كروماتيد واحد بس. طيب السؤال اللي بعد كده، وضح بالرسم جسم ساكن بس العلاقه تكون مسافه وزمن. قلت له عادي انا حافظ الكلام ده كله والكلام ده ممتاز. مسافة وزمن، ادي زمن وادي مسافة، وجسم ساكن يعني المسافة ما بتتغيرش، فبنرسمه هنا بالطريقة دي كده. طيب اللي بعده، جسم ساكن بس سرعة مع زمن. شوف انا جسم ساكن بس العلاقة هنا مسافة وزمن، هنا سرعة وزمن، عشان كده هرسمها لك بعدها على طول اهي.
زمن وهنا سرعة. جسم ساكن يعني جسم بتساوي صفر، سرعته بتساوي صفر. برسمه على المحور بتاع الزمن ده كده، يعني السرعة بتاعته بتساوي صفر. ده جسم ساكن وده جسم ساكن، بس هنا مسافة وزمن، انما هنا ايه؟ هنا سرعة وهنا ايه؟ وهنا زمن. الشكل اتغير اهو، العلاقة اتغيرت، بس الجسم واحد، هنا ساكن وهنا ساكن، بس الشكل هو اللي اتغير. ليه؟ عشان هنا في سرعة، انما هنا في مسافة، ومحور الزمن ثابت ما بيتغيرش. نروح على السؤال اللي بعد كده. سؤال جيم بيقول لي، بس ده فيه اختلاف هنعدل عليه كده عشان البي دي اف ده عدلت عليه. وضع جسم في منتصف المسافة بين عدسة محدبة بعدها البؤري 6 ومرآة مقعرة بعدها البؤري 6 وتكون صورة مساوية للجسم. تعال نقرا السؤال تاني بقى. بيقول وضع جسم في منتصف المسافة بين عدسة محدبة بعدها البؤري 6 ومرآة مقعرة بعدها البؤري برضو 6، بس تكون ليها صورة ايه؟ صورة مساوية. مساوية، طالما صورة مساوية يبقى واقف عند المركز. يلا نروح نرسم المسألة دي كويس كده عشان نفهم. يلا يا مستر. ادي عدسة محدبة اهي، دي عدسة محدبة، وادي مرآة مقعرة اهي. المهم هو في النص كده ماشي، وده المحور الأصلي. ده البؤرة وده ميم وده برضو ميم وده البؤرة، هو في النص هنا الجسم هنا في الحتة دي. طبعا دي مرآة مقعرة اهي، ودي عدسة محدبة سميكة من المنتصف ورقيقة عند الطرفين. استنى يا مستر بعد إذنك، وانت رسمتها هنا في النص ليه؟ رسمتها ليه عند المركز؟ لأن هو قال لي تكون له صورة مساوية للجسم، والصورة اللي بتتكون بتبقى مساوية للجسم لازم يبقى واقف على بعد ضعف البعد البؤري أو عند مركز التكور، وهو في النص، يعني واقف في النص هنا بين الاتنين، يبقى عند المركز هنا وعند المركز هنا بالظبط. طيب قلت لك اي مسألة فيها مرآة او عدسات لازم ادور البعد البؤري بكام. هو قال لي بعدها البؤري بكام؟ قال لي بعدها البؤري بستة، يعني الحتة دي كلها كده بستة، تبقى دي كلها باتناشر. طب وهنا برضو قال لي دي بستة برضو، تبقى دي كلها باتناشر، وهو واقف في النص. تمام؟ طيب العدسة دي طبعا لها برضو البؤرة هنا، لها بؤرتين اتنين ولها مركزين، لها مركزي تكور. تمام؟ ماشي. يلا بقى نروح نرسم. ولو انت مش عايز تروح للمسألة ممكن انت تجاوب على طول. الناس الذكية بقى اللي هي بتجاوب على طول اصلا قبل ما تعرف هو عاوز ايه. ازاي يعني يا مستر؟ انا اشتغل ازاي يعني؟ مستر مش هو هنا عند المركز؟ يبقى صورته هتتكون عند المركز في الحتة دي بالظبط. دي الصورة بتاعت المرآة، صورته في المرآة. نرسم شعاعين اتنين، طبعا الشعاع ده هيمر بالبؤرة والشعاع ده اهو جت في الحتة دي بالظبط. شوف انا كمني حافظ الست حالات بظبط حالي عليها. طيب والصورة دي برضو الجسم ده مش هيتكون له صورة في العدسة؟ قال لي هيتكون له صورة في العدسة عند المركز برضو نفس الطريقة. قال لي هجيب واحد موازي فهيمر بالبؤرة، والتاني هيمر بالمركز، اروح عند الحتة دي فهيتكون في الحتة دي بالظبط. الصورة هتتكون في الحتة دي بالظبط، صورة حقيقية مقلوبة مساوية للجسم. مستر تعال نشوف ونحسب، دي مش دي ستة؟ ما البعد البؤري ده بستة برضو وده بتمانية باتناشر برضو. وصلت؟ خلي بالك ده صورة العدسة، انما دي صورة الايه؟ صورة المرآة. نروح بقى نسأل هو هيسألنا في ايه اصلا، ونروح ونيجي تاني. طيب يلا السؤال بيقول يحسب المسافة بين الصورة في العدسة والصورة في المرآة، يعني عاوز المسافة بين الصورتين الاتنين. نروح نشوف المسافة بين الصورتين الاتنين. ادي صورة وادي صورة، المسافة من هنا لهنا كام؟ قال لي مش دي كلها باتناشر ودي باتناشر، يبقى المسافة باربعة وعشرين. المسافة بين الصورة بتاعت العدسة والصورة بتاعت المرآة اربعة وعشرين. نروح نكتب اربعة وعشرين، يبقى دي 24 سنتيمتر. طبعا خواص الصورة المتكونة في العدسة والمرآة الاثنين صح لانهم عند المركز، حقيقية مقلوبة
مساوية للجسم وكده كده أنا حللها هناك. وأوضح بالرسم مكان الصورة المتكونة في المرآة المقعرة. أنا رسمت هناك اللي في المرآة المقعرة، وكمان لو عايز اللي في العدسة رسمت أنا اللي في العدسة. السؤال الرابع، متى تتساوى القيم التالية بالصفر؟ إمتى السرعة النسبية تساوي صفر؟ إمتى السرعة النسبية تساوي صفر؟ إذا تحرك المراقب في نفس اتجاه الجسم وبنفس سرعته. مش انا في نفس الاتجاه بطرح؟ طب لو كانت نفس السرعه 50 ناقص 50 مثلا هيساوي صفر، 60 ناقص 60 بيساوي صفر. يبقى في حاله نفس الاتجاه بطرح، ولو الاثنين قد بعض وطرحتهم من بعض طبعا تطلع بتساوي صفر. متى تكون عجله حركه الجسم يتحرك في خط مستقيم بتساوي صفر؟ امتى تبقى العجله بتساوي صفر؟ عندما يتحرك الجسم بسرعه منتظمه، أي أنه يقطع مسافات متساوية في أزمنة متى تتساوى الصفر؟ زاوية الانعكاس. إمتى زاوية الانعكاس تساوي صفر؟ عندما يسقط الشعاع عموديا على المرآة. طبعا لما يسقط عمودي فهيرتد على نفسه، كل من زاوية السقوط والانعكاس بيساوي صفر. أدي أهو سقط عمودي أهو، هينعكس على نفسه. زاوية السقوط كام؟ بصفر. وزاوية الانعكاس برضو بتساوي صفر. متى تكون المسافة بين الجسم وصورته بتساوي صفر؟ الجسم المسافة بينه وبين صورته بتساوي صفر؟ عندما يقف الجسم على بعد يساوي ضعف البعد البؤري. يعني ايه؟ يعني عند مركز التكون، بس الايه؟ لمرآة مقعرة. يعني لو الجسم واقف على المركز لمرآة مقعرة المسافة بينه وبين صورته هتساوي صفر. مرآة مقعرة بس. ازاي يعني؟ زي ما انا كنت راسم كده بالظبط اهي. شايف؟ مش دي مرآة مقعرة، ده الجسم وده الصورة. المسافة بين الجسم والصورة هو في نفس المكان اهو، يبقى المسافة بينهم صفر. مرآة المقعرة مش العدسة. تمام؟ السؤال اللي بعده، ضع علامة صح أو خطأ مع التصوير. ينتج من الانقسام الميوزي خليتين، مستحيل طبعا، أربع خلايا كل منهما نصف عدد كروموسومات الخلية الأم. مش شرط بقى أنا أعمل صح وغلط هنا. النظام الشمسي يحتوي على العديد من النجوم؟ لا، الكواكب. تتحكم قوة جذب الشمس في مدارات الكواكب؟ أكيد. تنقسم الأميبا دي من الأوليات الحيوانية بالانشطار الثنائي لخليتين متطابقتين؟ طبعا. سيارة متحركة بسرعة عين لتقطع المسافة بين مدينتين في زمن زين، زمن يعني مش عارفين هو كام، وعند عودتها من نفس الطريق بين المدينتين، يعني المسافة ما اتغيرتش، أنا رايح لمدينة ورجعت نفس المسافة، المسافة ما اتغيرتش. طيب استغرقت زمنا قدره 2 زين. خلي بالك احنا كنا رايحين خدنا زين، واحنا راجعين نفس المسافة خدنا 2 زين، يعني المسافة ما اتغيرتش بس الزمن زاد. ايه اللي يحصل؟ فان سرعة السيارة هل تبقى 2 عين؟ يعني سرعة السيارة هتزيد للضعف؟ لا طبعا يا مستر، العلاقة بين السرعة والزمن علاقة عكسية عند ثبوت المسافة. العلاقة بين السرعة والزمن علاقة عكسية عند ثبوت المسافة. أنا رايح في ساعة، رجعت في ساعتين على نفس الطريق ونفس المكان، يبقى كده سرعتي زادت؟ لا، ده سرعتي قلت. قلت ليه؟ قلت للنص. ما أنا خدت رايح في ساعة، رجعت في ساعتين، يبقى أنا لو سرعتي 10 هرجع سرعتي تبقى 5، تقل للنص. يبقى لو الزمن قل السرعة تزيد، طب لو الزمن زاد السرعة تقل، العلاقة بينهم علاقة عكسية. يبقى تقل، يبقى نص عين، بدل 2 عندي نص عين. ده كان سؤال في المنوفية. في التكاثر الجنسي تختلف صفات النسل الجنسي عن صفات الأبوين؟ أكيد طبعا، ما بتبقاش مطابقة، بتبقى مختلفة، متشابهة يعني، بس في اختلاف.
تتضاعف المادة الوراثية في الطور البيني أثناء عمليات الانقسام؟ طبعا أكيد بتتضاعف عشان خاطر تمر بمرحلة الطور البيني، لازم تتضاعف المادة الايه الوراثية. يلا نشوف السؤال اللي بعد كده. وضع جسم أمام السطح العاكس لمرآة مثبتة رأسيا، فكان بعد الجسم عن صورته 5. لما وقف الجسم على مرآة كان البعد بينه وبين صورته 5. مستر استنى واحدة واحدة كده مستر، ادي مرآة مستوية وادي الخط بتاعه، هقول مثلا ان ده الجسم ومثلا ان ده الصورة، اهو الصورة وده المرآة. مستر انت معلمني كده ان المفترض المسافة من الجسم للصورة بتساوي المسافة بين الصورة للمرآة، اسف من الجسم للمرآة بتساوي المسافة بين الصورة والمرآة. طب هو مش جايبها لي هنا، هو جايبها لي المسافة بين الجسم، اه بين الجسم وصورته، يعني المسافة من هنا لحد الصورة كلها 5. خلاص حلو قوي، تبقى الحتة دي باتنين ونص كلها كده، ودي برضو باتنين ونص، اهو اتنين ونص واتنين ونص، مسافة كلها تبقى 5. طيب مش ده السؤال بقى، يلا نركز. وعندما تحركت المرآة مسافة ما، المرآة اه تحركت مسافة ما، فأصبح بعد الجسم عن صورته 4. فما المسافة التي تحركتها المرآة واتجاهها بالنسبة للجسم؟ بيقول لي بعد المرآة دي ما تحركت بقت المسافة بين الصورة والجسم 4، يبقى هي تحركت كام؟ طالما المسافة بينهم 4، بص انا هغير القلم كده اهوت مستر، ادي المرآة اتحركت مثلا كده وليكن، المهم المسافة بين الصورة والجسم بقت 4، يبقى هي في المنتصف، يبقى ده 2 وده 2. طب هي اصلا كانت واقفه عند 2.5، يبقى اتحركت قد ايه عشان المسافه تبقى بين الجسم وصورته 2؟ يبقى اتحركت نص في اتجاه الجسم، يبقى معنى ذلك ان هي جت هنا كده اتحركت نص، فبقت دي 2 فتكون له صوره على بعد برضو 2، يبقى المسافه كلها 4، يبقى نص سنتي نص متر.